انت سافره لبلدك وبتقدري ان ربنا يوفقك وترفعي اعلام بلدك في وسط محفل كبير زي كده وفي دول العالم كلها، اكيد بتشعري بالسعاده وبتشعري بالفخر ان انت انسانه عملتي كل ده. كوره ما بقتش بس مقتصره على الرجاله زي ما حضراتكم شايفين. محمد عادل من الحكام اللي عملوا موسم السنه اللي فاتت رائع جدا السنه. طلع اوت مش مهم، طلع ربنا معاك، لكن خانوا التقدير في ضربتين جزاء. طلع اوت في المدرجات، الكوره كده كده هتجيلنا. كابتن محمد معروف خانوا التقدير في ضربتين جزاء. بيلعبوا في استاد القاهره، يعني ما حدش هياخد الكره ويمشي. كابتن امين عرابي خانوا التقدير في ضربه الجزاء. وبعدين انت النهارده النادي الاهلي بتستقوى بجمهورك، الا هل اتحاد الكوره هو اللي اصدر القرار؟ انت بتلوي دراع مين؟ خدنا واحده يتيمه بس في اسوان، واحده يتيمه لحد دلوقتي نفسنا نخويها، والعشق مالوش ضمان، ده رهان على حد في طوب، وان شاء لك سهم خايب يا ملطشه القلوب يا جلاب المصايب. قانون الرقميه المعدل لسنه 1993 فيما يتعلق بالنقابات المهنيه تم الغائه بحكم المحكمه الدستوريه في 2010. احنا قعدنا سنين طويله بتستلف زي الراجل، احنا موجودين مع حضرتك 2-1، فنقعد في البيت ازاي؟ يا تقرنوا في بيوتكم. لحظه حضرتك بس ما تغيرش بس الكلام، سياق كلامي لحظه واحده. يعني نقر في البيوت، هي عايزه تشتغل يا استاذ صعب، بس هي بتقول احنا بنشتغل زينا زي الرجاله واكتر على فكره. ازاي طيب؟ وهي كده يا كده التنقرات على عيني وعلى راسي، والتنقرات واجب ناخذ برايهم، انما على الاقل وما لا يدرك كله لا يترك كله، في ان نكون امام على الاقل نواب لرئيس الوزراء سياسيين. هعمل ايه بالعربيه اللي ب 400,000 جنيه دي؟ طب انا سعيد الحقيقه ان سياده النائب حلها مع حضرتك واحنا موجودين. بص يا فندم، احنا مقدمين الحل ده سعادتك. بص يا فندم، احنا مقدمين الحل دوت، احنا مقدمين الحل ده. انا هقعد في البيت، ما عنديش، ما اعرفش الاستاذ احمد كمخرج، اروح اخبط على بابه عشان يشغلني، فهو ممكن يشغلني ممكن ما يشغلنيش، فانا بعمل ايه؟ كنت زمان انا جيلي انا نقعد بالايام رايحين له لحد ما نزعجه، لحد ما يشغلنا. ونمشي في التلفزيون، في طول التلفزيون رايحين جايين قدام اوضه المخرجين عشان يقولوا خد يا ابني هنا ده يعمل دور كذا. اعتذرت عن اني اعمل شيخ في مسلسل اخراج حسني صالح، وشيخ فاسد وبيقلب الدنيا وبيدخل في مؤامرات وبتاع. قلت له انا ما ينفعش الدور ده بالذات ما ينفعنيش، واعتذرت عليه. فقال لي اعتذرت ليه؟ قلت له عملت استخاره وعرفت ان ما ينفعش. كل ما انا اعمل كده تروح سكينه غارزه في ايدي من هنا، اعمل كده تروح سكينه غارزة. وانا بقى ايه، والمشهد ده اتاخد وان شوت، ما ينفعش تعيدي وان شوت، هو اتاخد مره واحده بس. اللونج وان شوت والكلوز وان شوت، وانا صبرت وعماله اعيط واعمل كده واعيط. وانت بتطلعي غلك في القطن وهو طالع. الشمس شافت جهادنا طلعت على الالف مدنا وقالت الله اكبر، والفجر صبح علينا لقانا جوه في سينا هتف معانا وكبر. انا بعتذر على يا راحلين إلى منى بقيادي، شوقتم يوم الرحيل فؤادي. دخلت السرير في الستارة تقيلة قوي كده، وزي عارفة اللي هو البلاك اوت في الستارة، فتقيلة وبتفتح بالكهرباء، مفيش شبابيك مفيش أي حاجة. لقيت الستارة دي راحت عاملة كده وراحت وقعت لوحدها. قلت لا عزت. فاروق الفيشاوي ده أنا بعتبره زي ولادي. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة، وسقفة مين قال التالتة تبقى تبتة، لسه أحلى سنين قدام. شاهدي معظمها مع غادة عبد الرازق. أنا لما بحب حد بيبان عليا، فهي قاعدة جنبي فأنا عمالة كل ما تبص لي أعملها في اي اخبار جديده بقى قريب هنسمعها. انتوا عارفين كل حاجه، احنا هجيب لك كل الاخبار وسعيد. وانا مقرره ان انا السنجله جنتله والارتباط احباط.
خليفة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهر. أنا متفرد لا مؤاخذة. الجونة دي لما كناش احنا قعدنا نصبر سنة ورا سنة ورا سنة ما كانش وصلت الكلام ده. المجتمعات العربية دايما يعني تميل إلى أنها تحب تشوف المثالية في الشخصيات أو في النجوم أو في الناس اللي بتحبها على الشاشة. بتعمل عليا الأخت الكبيرة عشان بقول الحقيقة. اه بالظبط. معروف في البيت برضو يعني. ده للدرجات دايما الأخوات الصغيرين مسيطرين على فكرة. الناس شافت فريد شوقي سابوا الجمارات وسابوا كل ده ومسكوا فيه بقى يصرخ عشان يخلص من الناس ابدا. بنتكلم على مشهد النهايه اللي كان في عائله الحاج نعمان، كان مشهد نهايه الجزء الاول وباذن الله مستنيين الجزء الثاني. وانا سعيده جدا 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 من نجومي اللي كانوا منوريني النهارده في الجمعه في مصر عائله الحاج نعمان.